أكيد طبعا المشكلة دي قائمة ولا زالت قائمة. طبعا التدخلات الخارجية لها دور كبير جدا في هذه الوقفة، هذه الحركات اللي موجودة في دولة السودان، وإحنا شفنا يعني دول كتيرة تدخلت لهذا الأمر. الموضوع خطير جدا، والموضوع لو دول العالم كلها ما تدخلتش الموضوع مش هيخلص. إحنا بنشوفه دور كبير جدا لبعض الدول، وإحنا لو اتكلمنا عن مصر كان ليها تواصل مع الاطراف، جميع الاطراف لوقف هذه الحركات الموجوده في الدوله السودانيه. لكن احنا نتمنى ان فعلا يبقى في ضغوط دوليه لالتزام الطرفين بوقف تبادل الاشتباكات، وده خلال الفتره اللي جايه هيوضح اذا كان الموضوع ليه مدى طويل او هيبقى ليه توقف خلال الفتره اللي احنا بنمر بيها دي. طيب دكتور عمر، يعني موضوع التدخلات الخارجية، هناك هدنة سعودية أمريكية ومبادرات، وأيضا يعني كلا الطرفان حتى الآن لا يلتزمان، يبدو أن كلا الطرفان يريد إقصاء الآخر أو إنهاء الآخر. طبعا ده موجود، ان ما فيش توافق، يعني لحد دلوقتي ما فيش توافق في اي بنود من البنود القوى الخارجيه او الدول تدخلت عشان حلها. لحد دلوقتي في نزاعات، ولحد دلوقتي في اختلافات وانقسامات، وده هيهدد فعلا الامن القومي السوداني ويهدد المواطنين. ولازم فعلا زي ما اتكلمنا ان فعلا لازم يبقى في تدخلات اقوى من كده، يعني لازم يبقى في يعني تدخل اقوى من كده، لان الموضوع تطور والموضوع فيه مشاكل كتيرة جدا بيعاني منها المواطن السوداني. طيب دكتور، يعني عمر، قبل الذهاب إلى الشأن العالمي كنت أريد أن أسأل سؤال فيما يخص العلاقات الإيرانية المصرية. يتم الحديث كثيرا في وسائل الإعلام والصحف بأن هناك وساطات وهناك وساطة عمانية بالتقارب بين إيران ومصر، وكذلك هناك دعوة من البرلمان الإيراني لبرلمانيين في مصر بالزيارة. يعني إلى أي مدى سوف تذهب الأمور إلى التقارب بين إيران ومصر؟ طبعا احنا الفترة الأخيرة شفنا السياسات الخارجية المصرية اللي انتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح جميع العلاقات مع جميع الدول، خاصة اللي كانت الدول اللي في علاقات ما بيننا في بعض التوتر، زي علاقاتنا مع الدولة التركية ومع يعني قطر ومع يعني مجموعة من الدول. ففعلا الرئيس عبد الفتاح السيسي بيفتح صفحات جديده من التعاون الدولي والتعاون الاقليمي مع جميع الدول، من ضمنها دوله ايران اللي احنا دايما او مصر دايما كان بينها وبين دوله ايران علاقات كبيره جدا وعلاقات وطيده تجمع الشعبين على المستوى الشعبي وعلى المستوى الحكومي. فانا شايف ان ده تطور كويس جدا لصالح السياسه الخارجيه اذا كان لدوله ايران او للدوله المصريه. طيب دكتور عمر، لو انتقلنا إلى شأن أيضا عالمي، موضوع انهيار أو انفجار أو تدمير سد كاخوفكا في أوكرانيا. اليوم هذا الموضوع، السد وانفجاره، يأخذ أبعاد إنسانية وسياسية وعسكرية. كيف سينعكس انهيار السد على هجوم أوكرانيا المضاد الذي تقول روسيا أنه بدأ؟ فعلا روسيا قالت ان هو بدا يعني من فتره، وطبعا تفجير السد ده عمل غير انساني. يعني احنا في الحروب او في المشاكل طبعا اللي انت بتوصل لحاجه بتمس المواطنين، بتمس ارواحهم، بتمس طبعا دي حرب زي ما احنا بنقول، وهم الروس بيستخدموا كل الاساليب المتبعه وغير المتبعه، وطبعا ده عمل غير انساني وعمل يعني جميع الدول نددت بيه. فانا شايف ان فعلا ان بدات الموضوع يتطور وياخد شكل مختلف، وطبعا احنا شايفين جميع الدول الاوروبيه بتدعم القضيه الاوكرانيه او الحرب، تدعم اوكرانيا ضد حربها او الحرب الروسيه ضدها، واحنا شايفين ان في تطورات. وموضوع الهجوم المضاد لاوكرانيا هو قطع الجسر البري اللي بيربط روسيا بقواتها في شبه جزيره القرم، وده من المواضيع المهمه جدا. واحنا شايفين ان في رد ما بين الطرفين الروسي والاوكراني. جزيل الشكر الكاتب الصحفي ورئيس اتحاد الكتاب الافرو اسيوي الدكتور عمر عوض، كنت معنا من القاهره، شكرا على هذه المداخله.